ومش كفايه انك اكلت السندوتشات اللي امي عاملاها لي؟ امك اتليه بقى اتليه، يوم في حد يعمل سندوتشات كرنب بالبيض؟ مش عاجبك دلوقتي؟ مش دي اللي طول الطريقه بقليل بقليل؟ بقول لك ايه البقليل ده، تقول لي ده لافن بتلعب، ده لافن بتلعب في الميه مش في المركب. فايه انا وفاهمك، عايز اتنيل اكل، اعمل ايه انا ايه دلوقتي؟ هنصطاد من البحر يا ابني، ده البحر كله خير بجد والله. امال ايه ده خير، ده عز البحر ده. بص اي حاجه، جمبري كابوريا ماشي، جمبري وكابوريا وصبيط. يلا بينا. ثانيه واحده بس عشان السناره بتتلغفل. يلا. عشان انا اول مره اصطاد اصلا. ثانيه. يلا يلا. وتعرف منين بقى انها اصطادت؟ السناره بتغمس. اه. وتعرف منين انها غمزت؟ بتعمل لي كده. ايه ده السناره عماله تغمز لي؟ الله يا قليله الادب. ايه ده سناره دي ولا شبكه؟ لا دي قليله الادب قوي. ما تغمزيش لحد غيري، ما تغمزيش لحد. خلاص سيبها سيبها، تجيب لنا حاجه ناكلها. سيب. طيب خلاص. يلا يا رب. يلا يا رب. يا رب يا رب. ايه ده؟ ايه؟ تقلت يالا. يلا. يلا غمزت، شد معايا. يلا. شد يلا. هنقع يا عم انت. هو انت طالب ايه؟ انا طالب سمك. لا والله امي ما طبختش غير فراخ النهارده. ايه ده؟ احنا بنصطاد من ديزني لاند. اللي جاب لك يخلي لك يا حبيبي. فرخه يا ابن المجنونه، هناكل فرخه من البحر. اسمع مني بقى، دي تطبخ، دي فظيعه، دي تطبخ وتطبخ جنبها شويه مكرونه سباكيتي. هنعمل مكرونه ايه؟ سباكيتي. اه ماشي. ونجيبها منين بقى السباكيتي دي؟ هنجيبها من البحر يا ابني، ده كله خير، انت فاهم حاجه انت؟ بجد والله. ثانيه واحده. يلا يا ام محمد. والنبي يا ام محمد، مكرونه سباكيتي وكيس صلصه يا حبيبتي. اه وعلبه ايه اللي مزرق والنبي؟ ولا تبعت فكه 100، مش عامل حسابي. هو فكه 100. اه وكيلو كاكا عشان نحلي بعد الاكل. يلا بالبحر المجنون اللي ماشي. احنا فيه. شكرا. يلا يا حبيبي. شكرا يا ام محمد. شفت يا ابني مكرونه، مكرونه سباكيتي وصلصه. انا مش ناقص عتا، انا مش واكل. اخلص نوصل بسرعه ننقذ البنات حبيباتنا اللي اتخطفوا. حبيباتنا. حاضر يا سيدي. حاضر. يلا سوق بسرعه. حاضر بالراحه عشان البانيو اللي احنا راكبينه ده مش ماشي. يلا سوق بسرعه، احنا راكبين حصان يا ابني. الكائن اللي ماشي وسط الميه عادي ده، نعد 10 ياردة هتشوط؟ ايه ده؟ ايوه كلمنا السفاره حلوه، كلمنا ده في الميه ازاي ده؟ بس 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 سيب لنا الكائنات دي، انا بعرف اتعامل معاها. يا عم هنعمل ايه؟ بس بس تعالى ننزله، تعالى ننزله قبل ما يحسب وقت ضايع ونقعد بقى نطول. هنزل لك انا افهمك، تعالى. يا سبحان الله، في سلم بينزل على البحر اهو. صدف بنت لذينه هنا، انا جاي لك اهو. انت بتسوقني؟ كل يا ابن المركب ده على جنب يا ابني. كل يالا المركب ده على جنب يالا. ما هي مركونه هي هتمشي لوحديها، ما احنا نزلنا. كلني انا المركب دي على جنب يالا انت هو يا. ايوه هي مركونه. احبسكوا وعهد الله احبسكوا. ايه ده؟ انا بتكلم اهو، احبسك انت وهو. ايوه انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. ايوه احبسكوا. بس هو ناسي الكلام، مسك احبسكوا احبسكوا والله ناسي. مش من اولها. صفر الحق نفسك. عايز ايه مننا؟ ركز. انا من مباحث المايه يالا. ايوه موقفنا يعني مباحث ميه، انا مش فاهم عايز ايه. انا من مباحث المايه. خلاص فوت انت. ما بقى لا خلاص انساها انساها، نقولها في حته تانيه. هي كانت ايه؟ مش مهم. لا ما انت ما تزولنيش.
وانا انا متعود عليك. انا حاسس ان انا ناسي. قول لي هي ايه؟ مش المفروض قبل المباحث تقول لي فين الرخص وما انا اقول لك مبلوله ومن الناس تضحك؟ صح ولا انت عايز تجيب لي شنل؟ بس ده انت اول جمله معلش بقالك ساعه بتصور حافظ السفاره بس. صح صح. يلا يا عم. ولا كل يا ابن المركب دي على جنب. تاني خلص يا انت ناسي اللي جاي. هات الرخص. لا خلاص الرخص خلاص. طب في الوصل؟ ما فيش وصل. الوصل والله يا رخص واتبلت زي ما قال لك. تمام واحنا الوصل مش معايا. ترم نفسك يا عادش اهزر معايا. ايوه ليه بقى ما نهزرش معاك ليه؟ بس انا من مباحث المايه يا هلا. مباحث ماي. ايوه يعني رتبتك ايه؟ ايه رتبتك ايه؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ما تهزرش معايا. انت مين؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ده اخو حلمي بكر. ولا ايوه ثواني انت بسكو. لا لا خلاص. ايوه, أيوة. يعني انت خريج كليه ايه؟ انا عايز افهم. خريج كليه ثروه سمكيه ومعروف جدا. احبق انا عارف كل حاجه. انا عارف عليكوا كل حاجه ماشي عشان ما اقولش افضح الدنيا. لا لا خلاص يا باشا. عارف هو الراجل ده عارف ايه؟ يكون عارف ان انا بعت باكيته البانجو لابوك اول امبارح. طب ما خلاص ما انت بعت باكيته يا باشا. هو باع باكيته البانجو لابوك. حلوه ثانيه واحده. باكيته بانجو اول امبارح. شكرا. العفو. شكرا. انت موقفنا ليه؟ واقفك عشان في مخالفات الرادار رصيدها يا حبيبي. مش عارف ولا ايه؟ مخالفات ايه؟ اقول لك بقى. اول حاجه ان انتوا ماشيين عكس اتجاه الميه. عكس اتجاه ايه يا عينيا؟ عكس اتجاه المايه يا هلا. صراصير احنا ماشيين. المايه كلها ماشيه اتجاه كده وانت ماشي بالمركب عكس اتجاه المايه. مش في ام سمك ماشي. في ام سمك ماشي في المايه. هتدوسوه. ايه يا عيال مايه؟ ايه ده؟ إيه؟ تعالى يالا انت اهو. يلا. خلي بالكوا يالا. خلاص يا باشا. في مخالفه تانيه. ايه؟ مفيش طفايه حريق في المركب ليه؟ ليه؟ طفايه حريق في البحر ليه؟ نفترض المايه ولعت هتعملوا ايه؟ مش بنأمنكوا يا انت وهو؟ مش بنأمنكوا يا بهايم؟ احنا اسفين يا باشا. موجود هنا عشان راحتكوا عشان نأمنكوا. انا عارف كل حاجه. وعزة جلالة الله ما في حاجه ما اعرفهاش. افضح الدنيا، افضح الدنيا باللي فيها. اعترفوا. ايه عارف ايه؟ الراجل ده عارف ايه؟ ما اعرفش. يقولش هو ده الراجل اللي ماسك عليا صور وانا بلبوس. ايوه شكرا. صور وهو بلبوس. سلطه زبادي معاك والنبي. ايه ده انت بتاخد اوردر؟ ترم نفسك. ثانيه واحده. ترم نفسك. انا مش جاي متبعي. ترم نفسك. انت عايز مخالفات تاني؟ ايوه. معانا حشيش هنا تحت الدواسه. حشيش تحت الدواسه. وفي خمره تحت الدواسه. خمره تحت الدريكسيون. وفي نسوان في الشنطه. نسيلها ده 100 100 كده. تمام. ده انا قفلت المحضر وبقى فل. ده انا ما كنتش عارف حاجه. عرفتوني كل حاجه. دي فيها ترقيه دي. ده انا هبقى الجمبري. الحمد لله ان ربنا وقعني في اتنين معتي. احمدك يا رب. الحمد لله. بس بقى مش احنا رقيناك. ممكن انت تخدمنا وتوصف لنا روح قصر السلطان ازاي؟ عندي قبل العندي. ربنا يخليك. العندي قبل العندي. قصر روح فين؟ قصر السلطان. اقول لك بقى سهله الوصفه. انت هتمشي في الميه هتلاقي بحر. ما تستغربش. اوعى تستغرب. ما تستغربنيش. لا لا تفضل ماشي في البحر على طول. على طول. تمام. هتلاقي ايه؟ في ميه كتير. فما ما اهو في ايه؟ هتفضل ماشي هتلاقي موجه. عدي الموجه الاولانيه. هتلاقي موجه ثانيه. عدي الموجه الثانيه. هتلاقي موجه كوميدي. اضحك واتبسط. اضحك وافرح. الفرحه يا ابني ما بتجيش مرتين. الفرحه ما بتجيش مرتين. ما علينا. كمل. بعد موجه كوميدي هتمشي على طول هتلاقي ميدان الشهيد ميكي ماوس. تمام. تقف دقيقة احداد احترام للشهيد. ما تتجننش على نفسك. هتكمل. ما تستغربش خالص. ما تستغربش من الموضوع. كمل على طول على طول على طول. تمام. هتلاقي سلاحف النينجا على الجنب. ماشي مالكش دعوة بأي حاجة. هيدخلوك في مهمات وحورات. هتنزل في ملبلعات. اوعى تستغرب. مالكش دعوة بأي حاجة خالص من اللي بقولها دي. اوعى تستغرب. اوعى تستغرب. هتكمل. هتلاقي مايكل انجلو بيعزم عليك ببيتزا. اوعى تاكلها. مسمومة. اوعى والله مسمومة. كمل على طول. ما تخافش ما تخافش. كمل على طول. ماشي هتلاقي سمكة قرش. ما تخافش عشان اللعبة. كمل على طول. تمام. افضل ماشي هتلاقي حوت. وطي وطي. هتلاقي حوت ماشي. كمل 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 كمل. اخر الشارع ده خالص هتلاقيني واقف هناك. تسالني اقول لك العنوان الصح. انا ابن جزمه اللي سالته واحد معلق كابوريا على كتافه.
احنا نسال نسال اي حد يا عم واحنا ماشيين وخلاص. بس خلاص هنتصرف. المهم عارف نخش قصر السلطان ازاي؟ لا مش عارف. اقول لك انا بقى. يا ريت. اقول لك انا الصح، انت هتفضل برضو ايه في نفس طريقك، مالكش دعوه باللي انا قلته خالص. هتلاقي نفسك ماشي ماشي، هتلاقي سمكه طلعت عليك كبيره ضخمه ما تتخضش عادي، مفيش اصلا سمك، وهتفضل ماشي ماشي، هتلاقي السمكه ام سيف دي، هتلاقي سمكه ثانيه بسيف دي من السعوديه، مالكش دعوه بيها، كمل على طول على طول على طول، هتلاقي ايه ميدان ثاني، ميدان الشهيد ايه ميكي ماوس، لا ميدان الشهيد بطوط، ميكي ماوس مات. هتفضل مكمل مكمل، هتلاقيني واقف هناك تسالني اقول لك الحق والحقيقه. اورش على نفسك ما تستغربنيش. لا لا اوعى تستغربني، اوعى اوعى. في ايه في ايه؟ اوعى اوعى. ايه في ايه؟ مش مستغربك انت، بس اهم حاجه تكون فاهم نفسك. احنا مش مستغربينك. بص ده شكله مجنون، احنا نسيبه يروح واحنا نتصرف. روح انت يا باشا، روح احنا هنتصرف. روح ده انا تايه في البحر بقالي سنين. ده انا ما صدقت لقيت اتنين معتيه يوسفوا لي انا فين في المايه. انت عايز تروح؟ ايوه انا وسافلك بقى. وسافلي بقى. انا وسافلك. الوصفه الصح. الوصفه الصح. بص اسمع مني. ماشي. هتمشي كده طوال. تمام. طيب. هتلاقي النيل. ماشي. عدي النيل الاولاني. هتلاقي نيل تاني. عدي النيل التاني. أيوة. هتلاقي نيل دراما. عيط وتقهر وازعل. ليه كده؟ ليه كده؟ انا اوديك موجه كوميدي تضحك، توديني النيل دراما عيط. اشمعنى انا؟ في حاجات لازم نناقشها، تعطيعيات في النص. كمل على طول. على طول على طول. تمام. هتلاقي مازنجر زعلان. إيه تمام. متضايق وطلع القبضتين المدمرتين، فهو زعلان عشانه قوي. تمام. وفي زعلان على فاتن عشان فاتن ماتت. والله. تمام. كمل على كمل على طول. لف لف من عند مازنجر اسالني انا هقول لك انت فين بالظبط. انتوا من هنا بقى من الميه وعارفين كل حاجه. الله ما انا افتكرتكم غرب يعني والدنيا ليه كده. يا بيه الراجل بيهزر معاك عشان توصف لنا بجد بقى. خلصنا التهريج، خش على الجد. عايزين نروح قصر السلطان. قصر السلطان. اقول لك بقى الوصفه اللي بحقه حقيقي، مالكش دعوه بالفده كله. ماشي. تمام. مالكش كل الفده ايه اي كلام في اي حته. ركز بقى في الصح. انت هتفضل ماشي على طول، هتلاقي اول يمين، تخش اول يمين، في تاني شمال، في تالت يمين، في رابع يمين، في خامس شمال، في سادس يمين، في سابع يمين، في تامن يمين، في تاسع شمال، في عاشر يمين، في 11 يمين، في 12